أكدت منى أبو رجيلة إحدى العارضات ضمن مبادرة الدها وقدود على أن المعارض تعد فرصة جيدة لعرض المواهب والتراث المصري. أول مرة أشارك في المنتدى العالمي للشباب. أنا شايفة أن بالذات السنة دي الرئيس مهتم بالمشروعات الصغيرة والهاند ميد عامة المشغولات اليدوية بالنسبة للشباب، ودي حاجة بتخلي مصر تنمي من المواهب بتاعتها، وده بيطلع بره مصر. الناس بتشوف بره مصر المواهب اللي هي اصلا موجوده من زمان بس مش ظاهره. فالمعارض دي بتخلي الناس تعرف قد ايه مصر فيها تراث جميل وفيها مواهب حلوه فعلا.